صح شريبتكم. اي يا سيدي مش نخرج بيكم اليوم للبلاد السوري. اي ماله، حتى البلاد السوري عندها تاريخ. خطر صحيح احنا نقولوا بين الفرنسيس، لكن بين الفرنسيس كان في بلادنا، في ارضنا، في تونس، وتونس كلها نتاعنا. خطر دقة وبلاراجة بني في العصر الروماني، لكن نتاعنا. ولذا البني اللي في العصر الفرنساوي او عصر الاحتلال الفرنساوي نتاعنا. واحنا نعرفوا اللي استصلاح خارج باب البحر راهو بدا من عصر الحفاصة، وخاصة في عهد حمودة باشا الحسيني وقت ردموا وبداوا يبنيوا. وبرشا بنيات تبنات في قديم الزمان، توا نرجع لها في وقت اخر. اما اليوم مش نهزكم النهج، انا نعتبره مهم. علاش؟ خاطر فيه برشا سينماوات. وحتى نفكر في برامج تلفزية قديمة، كان عندنا برنامج اسمه شارع الثقافة. البرنامج هذاك الجينيريك نتاعو في التلفزة هو النهج هذا اللي نحكي عليه، اللي فيه برشا سينماوات وفيه دار ثقافة. النهج هذايا اسمه تويكا نهج ابن خلدون. وخير شي من ابن خلدون ولي الدين عبد الرحمن ابن خلدون المالكي الحضرمي التونسي مولدا ونشأ. السيد هذا شخصية عظيمة. ابن خلدون احنا نعرف عليه كان التمثالي اللي موجود في ساحة الاستقلال. ولا النهج هذا اللي نحكي عليه اللي خي فيه برشا سينماوات وفيه دار ثقافة اللي تحمل اسمه دار ثقافة ابن خلدون. لكن عبد الرحمن بن خلدون شخصية عظيمة، مفخرة من مفاخر الإنسانية مش البلاد التونسية. هوكا مش نعطيكم نبذة صغيرة عليه. عبد الرحمن بن خلدون يا سيدي عمره 17 سنة، حصل العلوم الكلها، قرأ القرايات الكل، قال متاع الرواية، قرأ القرايات متاع الأولين والآخرين، وحصل وخذ الشهيد الكل وكمل، وولى وزير عمره 17 سنة ونيف، وزير صاحب العلامة. هو الأوامر بتاع السلطان السلطانية هو اللي راجعهم ويمضي، معناه يحط عليهم الطغراء السلطانية العلامة، مش تولي هذيك وثيقة رسمية. والعلامة وقتها في دولة بني حفص هي الحمد لله والشكر لله، كان يكتبها بطريقة معينة بعد ما يراجع القوانين هذية. وقعد مدة هنا وزير، وبعداش مشى للمغرب ولا وزير، وبعداش مشى للاندلس ولا وزير، وبعداش مشى للتلمسان ولا وزير، ورجع لتونس حاسيله. عملها رحلة من الشرق للغرب، وتعرفوا اللي هو مات في مصر وهو قاضي القضاة للمرة السادسة. كان يعزل نوح روحه، معناه يستقيل ويرد السلطان تاع مصر بالسيف دون الرضا، وتوفى ودفن في مقابر السادة الصوفية في القاهرة، ومقابره غير معروف. هذا عبد الرحمن بن خلدون اللي تسمى باسم النهج، ونقوله احنا عنده الحق. اقل واجب قدام هالعالم العظيم اللي بدع علم جديد سماه علم العمران البشري، كان قاضي كبير، كان فقيه، وكان متصوف، وكان عالم. لكن النهج هذايا ما دام تبنى وقت الفرنسيس، زعم الفرنسيس سماوه نهج بن خلدون؟ لا، الفرنسيس ما سماوهش هكاكا، خاطر كان يعرفوا ابن خلدون، اما ما كانوش مستعرفين به للدرجه هذيه. ولذا تقول قايل ما شنو اسمه القديم؟ كان اسمه وقت اللي تعمل في القديم الزمان وقت الفرنسيس اسمه غوتيير. هكا شخصيه، هذا سياسي فرنساوي يقولوا له تيير، فسموا النهج عليه. اي جاء الاستقلال بدينا نبدلوا في اسامي النهج، خاصة اللي عندهم علاقة بالاستعمار، شنو نبو بيهم فاش قام نحيناهم. فتنحاو الاسامي، قالوا نبدلوهم. خموا قاسوا، قال مدامو تياغ هذا كان شخصية استعمارية، برا نحطوا شخصية وطنية في النهج هذا. وسماوا النهج هذاك نهج، ليه مش ابن خلدون، ليه سماوه نهج الشيخ العربي زروق. اسمع سي الحبيب، الرئيس الحبيب بورقيبة، قال يا عيت للخلاء نحيوه في الوقت، نحيوه. طاحوا نزلوا لجماعة البلدية ونحاوا العربي زروق، قالوا شو نسميه شو نسميه، حطوا سموه ابن خلدون. لكن هنا فما إشكال، علاش سي الحبيب تغشش وقال لا العربي زروق لا؟ خاطر عمل كونفوزيون بجوز من الناس. حبيب بورقيبة كان ما يحبش حمد زروق صاحب المحلة اللي تركت الساحل كل عام وقت الثورة متاع بعد المجبة متاع 64،
تركت الساحل ومشيت جيرو ياجور. قعد وارد في مخه حكيت محلة زروق ومحلة حمد زروق هذي اللي ترك الساحل. بينما الشيخ العربي زروق ما عنده حتى علاقة بحمد زروق هذي. الشيخ سيد العربي زروق من الأشراف وأصله من جمال الأندلس، واستوطنوا مدينة تونس بعد ما استوطنوا مدة مدينة باجة، ودخلوا لتونس وصاروا من أصحاب الحيفيات. وفما الشيخ العربي زروق الأول اللي هو كان وزير وعند البيات، ثم الشيخ سيد العربي زروق الثاني المشهور ذا له شخصية وطنية كبيرة. الشيخ سيد العربي زروق وقت اللي دخلوا الفرنسيس لتونس عام 1881 كان هو شيخ المدينة ووزير عند البي. والصدق بي مش يشاوره. لما حوصر الصدق بي في قصره بالقصر السعيد في باردو والعسكر الفرنسيس وحبوه يصحى على معاهدة الحماية تاع باردو، صدق بي مش فرحش بيهم، جاب لهم البقلاوة وقال لهم الله يبارك. ليه؟ قعدوا 11 ساعة يخذوله في كبته، يحبوه يصحى. هو يتردد ومرة يقول لهم نبعث لإسطنبول نشاورها، ومرة يقول لهم نشاور الوزراء نتاعي، فشاور الوزراء نتاعه. الوزراء في أغلبهم سكتوا إلا زوج، منهم الشيخ العربي زروق شيخ المدينة. نعم قال له تصحح المعاهدة، علاش تونس الهنشية نتاع سيادتك؟ يا أخي قال له صدق بي، يا عربي ترضى لحيتي تتخضب بدمي وأنا راجل كبير؟ قال له لحيتك ولا لحية التوانسة، ودمك ولا دم التوانسة؟ فالفرنسيس قعدوا يسألوا هالو العربي زروق هذا، وقالوا راسه يزم يطير. وفطن خلى وليدته صغار وهرب قنصلية الانجليز، ومن غاديكا حطوه في بابور بحر وشرق لإسطنبول، ومن إسطنبول هبط مشى للمدينة المنورة وجاور غاديكا حتى لتاريخ وفاته عليه رحمة الله. أما خسارة السيد هذايا وقتها عملوا كونفوزيون بينه وبين أحمد زروق، وطار اسم الشيخ العربي زروق، وقعد النهر هذايا يحمل اسم عبد الرحمن بن خلدون. في الأخر حب نقول لكم اللي الوحيد اللي قال هالكلام هذايا تجاه الحبيب بورقيبة هو سي أبو القاسم محمد كرو، عمل برنامج في الإذاعة وقتها وبرهن اللي العربي زروق موش حبيب زروق. خليكم بخير، في الأمان.